اصحى فوق. سناجي ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ تعيا وتخش المستشفى وانا ما اعرفش؟ اعرف لما تخرج من المستشفى. وبعدين قطعت بينا مره واحده كده، انت زعلان مني في حاجه؟ انا حبيبك يا رافا. انا اسف يا سناجي، انا بس مكسوف منك، انت عمرك ما تخليت عني ابدا. يا راجل ما تقولش كده، احنا ناس متحضرين ونقدر برضه الظروف بعض. انت راجل كويس يا سناجي. أنا جاي أسلم عليك، أنا نازل مصر خلاص. سناجي أنا عارف أنت ليك فلوس كتير عندي، بس أنا دلوقتي أوعى تكمل، أنت عبيط ولا إيه؟ أنت ما عرفتش أنا عملت إيه في روني متال، اسأل مزراحي، مرمطت بيه الأرض. عايز يسجنك الحقير الواطي؟ وأنا هتسجن خلاص يا سناجي، محاملني مفيش أمل. حاولت آخد سلفية من البنك عشان أسدد، البنك مش عايز يديني. يغور البنك باللي فيه، لا يتحرق. انت عرفت عامله معايا ايه؟ عارف سناجي، عرفت. عرفت مين اللي فقعني الاسفين ده وعمل الليله دي كلها؟ عارف سناجي، عارف. قريبك بتاع الشباك. بلاش نتكلم هنا يا سناجي، سيبه بلاي، بلاش نتكلم. فعلا، تعال نكمل في البيت عشان نتكلم براحتنا. حتى الخمره هنا مغشوشه. حسام الصرافي، خلي بقى على شانك. سلامتك بالروف، سلامتك حبيبي، تعالى يلا. شوف يا رافي يا اخويا، اللي عايز يعيش سعيد في الدنيا دي ما يقعدش يحلم بيها، لازم يعملها على ايده، هاند ميد يعني. خلي بالك، خلي بالك. يعني انا مثلا ما اتجوزتش ليه لغايه دلوقتي؟ لأن أنا عارف إن مفيش ولا واحدة في الدنيا تقدر تستحملني، ولا أنا كمان أقدر أستحمل أي واحدة. أنا عايشها لحظة بلحظة، بستطعم كل ثانية في حياتي. الثانية اللي بتروح ما بترجعش يا رافي، الثانية اللي بتروح ما بترجعش. معك حق بس يلاقي، معك حق. والله أنت صعبان عليا يا أخي. شوف بقى لي كام سنة أعرفك، عمري ما شفتك مبسوط، عايش في غم على طول، ودي تبقى حياة يا راجل. طب أنا هقول لك على سر مسوناجي محدش بيعرفه. قول. أنا لما دخلت المستشفى ما كانش عشان أعمل عملية. آه. أنا انتحرت وهم حاولوا ينقذوني في آخر لحظة. الله، انتحرت؟ أنت اتجننت يا راجل أنت؟ تنتحر؟ ينعل أبو اللي زعلك. طب والست اللي معاك دي ذنبها ايه؟ لما انت تنتحر وتسيبها لوحديها وهي بصراحه موزه، اللي هيقعد بقى يلغيها، اللي يقعد يبص لها بصه كده بصه كده. انا انتحرت عشان اسيبها مش لاقي. لا ده كلام كبير بقى، ده الموضوع عايز له قعده. ايه الموضوع؟ هيلت بتخني يا مش لاقي. يا راجل بتخونك ايه؟ ما تبقاش شكاك كده، انت بتخرف ولا ايه؟ انا ما بخرفش بس ناجي، عيالت بتخني هنا. هنا بتخونك في جيبك؟ بس بتخنصر فلوس من وراك يعني. ايه ده؟ ده دليل خيانتها بالصوت والصوره. انت هتطلقها كاميرات في كل حته في البيت؟ كاميرات ايه بس ناجي؟ انا رافي دافيدوفيتش، واحد من اعظم ثلاثه في العالم في تطوير انظمه الانذار والمراقبه. الجهاز ده بيعمل باشعه كهرومغناطيسيه بتدخل اي مكان وبتسجل اي حاجه بالصوت والصوره. البتاع ده، البتاع الصغير ده، وده بيشتغل ازاي؟ قصدي يعني عايزين يشغله عشان نتفرج، عشان نتاكد كمان يعني. وقصدي لما بتاع صغار زي ده يعني يخرب بيوت، لازم نبقى واثقين. لو كل زوج في اسرائيل معاه بتاع صغار زي ده، اسرائيل كلها هتولع في بعض. انت مش مصدقني بسناجي؟ فاكر ان انا بخرف سكران؟ لا 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 يا راف، انا مصدقك وكل حاجه، بس انا اصلي بص، انا لازم اشوف عشان اتاكد. مش ممكن تكون مجبره؟ ممكن تكون مجبره على كده. هو
مين اللي كان معاها لا مؤاخذة في السؤال يعني؟ قريبها يوسي كرمي بتاع الشباك. يوسي كرمي الله يخرب بيته، ده مش عاتق. طب شغلهولنا كده. أنا هوريك مشهد عشان تتأكد. ما نشوفه أحسن على الشاشة الكبيرة عشان تبقى كل حاجة واضحة وباينة. ها؟ لأن دي أعراض برضه. صحيح. مش قلت لك؟ استنى بس، استنى ما نشوف، ده بيبوس ايديها يعني، مفيهاش حاجه. الله. استنى بس، مش جاهز سناجي مفضل. مش جاهز يكون جاي يقول لها كلمتين وماشي. هي اي نعم لابسه بتاع البيبي دول ده، بس ممكن يكون من عجمه يعني داخل. الله 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 الله. بص يا حبيبي، استنى لما نشوف. مش يمكن تضربه بالقلم في الاخر؟ لا لا، مش قادر بسرعك. انا مش قادر بعد كده. طيب سيبني الحاجات دي وانا هبتاكد بنفسي بعد كده. ايه يا مستر رافي، ما تعملش في نفسك كده. دي وليه خاينه وراجل سافل، انت تشوطه بجزمتك. انت بتحبها يا رافي؟